السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اش كتعاودوا؟ انت اول مره كتشوفيني، مرحبا بك. ضغطي على زر الاشتراك باش هكا غادي يجي فيديوهاتي ان شاء الله اللي زوينين وغادي يعجبوكم اكيد. ما تنساوش اللايك باش تشجعوني، وعافاكم البنات غادي نطلبكم واحد الطليبه حيت هذه مده اللي غبرت فيها تقريبا جايه الشهر باش غبرت. واليوتيوب حيد ليا الاشعارات او لي نوتيفيكاسيون، ما بقاوش كيوصلوا الناس داكشي علاش ما كيوصلكمش الفيديوهات ديالي. بزاف ديال البنات كيقولوها ليا في الخاص، شكرا لكم بزاف. داكشي علاش حاولوا انكم ديزاكتيفيو الجرس وتعاودوا تاكتيفيو، والبنات اللي ما مكتيفينوش فعلوه باش يوصلكم اخر جديد ان شاء الله. وفقت عرفتوا هاد الايام هذه مع كنحل العينيه ديجا بلي راني كنفكر، عقلي ما كيوقفش. ديجا بلي كنبقى نفكر كنقول غدا غادي نفيق، خصني نحيد عليا هاد لاطاش، خصني نحيد هادي، خصني نحيد هادي. دوكو فاش كنفيق ما بقيتش كنفكر في الفطور هو الاول، وليت كنمشي نيشان لي كارطون وكنجمع. اليوم غادي نوريكم شنو جمعت. جمعت لا ديكو كامله تقريبا اللي عندي. المهم خويت يعني كاع داكشي، ديك التفريتيتات هكا درت لو تخي، عرفتو بزاف ديال الحاجات اللي حيدت غادي تعطاو ان شاء الله. اللي غيتلاح غيتلاح. فاش كتكوني ساكنه كتقولي ما عنديش بزاف ديال الحوايج زعما عادي، ما عنديش بزاف ديال الكركبه وداكشي. ولكن لا لا، فاش كتنوضي ترحلي عرفتو راه ما يمكنش. الكركبه اللي لقيت عندي عمري كان كيصحابيش عندي هاد الروينه كامله الصراحه. فقت غسلت وجهي، صبحت على دوك الديكورات بعدا جمعتهم كاملين. داكشي اللي غادي يتحيد بالفيزا تحيد، بقاو لي غير الفيزاج غير فوق لولي حتى نوريهم ليكم. المهم غوسو مودو زعما داكشي كيمشي مزيان. المهم غسلت وجهي حتى نوريكم لا روتين البنات ديال وجهي هاد الايام هادي. غسلتو درت هذا من عند مريم ناتوريل مونبيل، واحد لي دغوله بزهره البرتقال بالمزهر. عرفتوا واحد الريحه يا البنات، انا اصلا كتحمقني ريحه زهره البرتقال. مهم غادي نرطب دابا وجهي ضروري مع هاد ديميلاجمون كيكون طايح المورال وكتكوني مرونه. انا هادشي باش كنطلع المورال درت هاد لا كريم هيدراتونت. هادي هي اللي كندير حاليا ديال افين بلو تيرمال ليجير. هادي غتصلح للناس اللي عندهم لا بو سونسيبل نورمال اميكس. انا عندي لا بو ميكس من هنايا، يعني دهنيه من هنايا ومن هنايا عاديه، وشي مرات كتولي ليا من هنا ناشفه. دونك هادي صراحه عجبتني ليجير خفيفه فوق البشره ما كتيدمهاش. صافي هادشي اللي كندير في الصباح. ولي كرون طوطال ديالي حيت ملي كنفيق في سامبلومون انا كنجرب. يلا دخل دابا ربيع جاب الفطور باش نفطرو. عرفتي شنو وقع ليا البنات؟ جمعت حوايجي كاملين، نسيت راسي واش مازال ساكنه هنايا. انا لبستي حوايج. اش لبست حوايج؟ لبستي. شنو هادو؟ قول لهم السلام. سلام نسيت ما بابا وانا كنبكي تيبلش. قال لك بقيت كنبكي. ليكرون توتال قلت لكم هاد الايام مع كنفيق كنبدا نجري خصني نمشي. بحال دابا دوك اللعيبات اللي نقص عليا خفاف كنهزهم في كريطناش وكنديهم للدار لهيه. عرفتوا علاش؟ غير انا واحد الانسانه اون فوا كتشوف الروينه قدامها كتستريس. داكشي علاش كنحيد داكشي عليا من حدا رجليا. غادي ننصح بها البنات اللي عندهم بشره دهنيه ولا مختلطه رائعه. البنات اللي ما كيحملوش داك ليف ديال الوجه مزيت، ما كيبغيوش داك كديري ليكرون كتحسي براسك دايره ليكرون، يعني كتحسي بها ثقيله فوق وجهك ولا مقبصه ولا كتلصق. عرفتوا هادي اصلا ليف ديالها جيل. هي هاد اوسيرين، هادي راه واحد لامارك الموند على ما اظن المانيا. هذا هو ليسونسيال ديالي في الصباح، كندير غير هذا اللي راني صايبته معاكم في انستغرام. البنات اللي ما متابعينش في انستغرام تابعوني حيت فريمون كنبارطاجي معاكم شي حوايج اللي كيجيني خيف ظريف، يعني دغيا غادي نبارطاجي تما، ما كاين لا مونتاج لا والو، سورتو فاش كنكون مزروبه. هذا بالعكر الفاسي، درت فيه فازلين، درت فيه زيت اللوز الحلو، درت فيه نقيطه ديال فيتامين او، ودرت الملون اللي هو العكر الفاسي. غزال كيرطب الشفاه وكيعطي واحد اللوين خفيف. هانتوما تشوفوا هذا اللي كيتباعوا دابا واجدين، صوبيه في دارك كيف قلت لكم. تقدروا تزيدوا زيت اركان. بعدا لاباز، نسيت ما قلت لكم شنو هي لاباز. لاباز هي فازلين.
هانتوما زال شوف نمشي نوجد الفطر باش نفطرو باش نصايب الفطور خاص بالكم كويزين سي مسكينه مش قلبه ما عرفتش واش وريتكم ديك المره لا لا مي شوفوا راه خويت كل شيء صافي هذا اليوم بالليل غادي يجي باش يدير الصبغ خاوي كل شيء خاوي كبار شفتوهم هادو غادي نديهم غير في الطوموبيل في يديا ديجا الماعن راه ديت كرات في يديا شدي الحنين راه 50 ماشي ساهلين 50 ساهلين يا سهلة تجمعي غير بالفم مي بون الحمد لله على كل حال البيت اللي كنت قلت لكم غنوريه لكم هو هذا سيسي المهم اي حاجه تجمعات كتحط هنايا هذيك لافاليز ديالي غتبان لكم حلوه حيت مازال كنجبد منها حوايج حيت جمعت حوايجي كاملين كيسحب باش غدا غنمشيو تما الحوايج المناط الفراش كراتن كل حاجه شنو فيها كيما شفتوا الكرتونه اللي كنسد كنكتب عليها شنو فيها باش هكا فاش نجيو نجمعوا الباجاج الرحيل يجي ساهل في ذاتي ثابت روينا المهم هاد الدوش كنت دايره في دي فيتاجير حيت هو فين كاينه لا ماشين ديال الحوايج اللي كتصب الحوايج كنت دايره في دي فيتاجير اللي فيهم هاد لي باك هاد الخضرين شوفوا شحال كان هاد ليا المهم ما ديروش شكرات حيت هما فاش غادي نضرو شكون اللي خلى روينا وغادي للبحر انا لا انا والله الا خليت الدار يا البنات مشقلبة اليوم حيدت عليا بعدا حيدنا البلاكار ديال الدخله ديال الدار هذوك لي طابل دو نوي داكشي اللي كان فيهم خويناه وتخينا وداكشي كامل الصراحه نصيحه مني لكم واخا دابا جالسين واخا ولدي واخا دابا جالسين زعما ما راحلين ما والو مره ديروا لو تري مره ديروا لو تري انا كاع داكشي تسكي واخا ولدي واخا تسكي وراق فاكتور ورق ديال الخدمه ديما داكشي كنت كنعكز عليه نعم ماما واخا ديما داكشي كنت كنعكز عليه كنقول خلي حتى من بعد خلي حتى من بعد ودابا عرفتي كيتجمع عليك كلشي ماشي بحال الا كنتي مثلا كديري كل 6 موا ولا كل 3 موا ولا واحد البروغرام ديال لو تري كتبقاي تري كتجيك سهله من بعد حنا هاربين دابا من روينه نمشيو نستمتعوا شويه بالوقت ديالنا لبست الباركين ديالي قلت لكم خديت من ديكاتلون يلا وصلنا للبحر جينا لواحد البحر بعيد على اكلوس تقريبا شي ربع ساعه ماشي ربع ساعه قل ياك ماشي 10 دقائق شي 10 دقائق ياك ربع ساعه المهم ما كنمشي عليكم كنقلب على البلاصه اللي تكون خاويه ما فيهاش الناس بزاف باش ما يكونش اختلاط بعيد على اكلوس تقريبا بشي ربع ساعة هو زوين ماشي مزوينش مي مكرفس بزاف عرفتو جايين لي كوش مليوحين في الطريق غيبان لكم برا هو لي كوش قراعي الماكلة صراحة هادشي كيعصبني كيضرني في خاطري و ميم طون حيت اجي تتلبس حوايجك حيت مفهمتش علاش الواحد كيجي مع ماكلتو كيجمع قراعي كيبدل لولادو مثلا لي كوش فيها باس تجيب معاك واحد الميكا تخشي فيها كاع هذوك الاسبان اللي خدمتي بيهم وديها معاك اقرب بوبيل ولا اقرب سله مهمله تلوحهم علاش كتلوحو في الارض علاش مفهمتش عرفتو دابا راه هادشي راه كيتكرفس ومره اخرى ملي غادي نبغيو نحتاجو هاد القراعي ما غنلقاوش حتى نلقاو غارق بالزبوله بحال قدنا نتسناو الناس ديال الانعاش ولا الناس ديال النظافه ينقيو شوفوا الواحد اللي ما ينقيش زبلو
راه عنده مشكل والله. راه انا بعدا سمحوا لي ما كنسميه بزبال، قلت الواحد خاصو يجمع زبلو معاه ويديه معاه، ما لقاش كاع حتى فين يلوح الزبل يديه معاه سال دارو ويلوح في طرد الزبل، ما فيها حتى شي باس. شوفوا البحر كيف مكرفس، ها نتوما فريمون هادشي كيضر في الخاطر، وانا هادشي كيعصبني. فين ما مشيتي، مشيتي للجرده، مشيتي للبحر، مشيتي للجبل، ضروري كتلقاي الناس كياكلوا ويلوحوا الزبل عند رجليهم وينوضوا ويمشيو. ما شنو شكون اللي غيجمع لك الزبل؟ شي واحد اخر في الحومه. راه هو زياد وبابا، انا الصراحه حسيت بالبرد. المهم ماشي بحال البرد كيكون ديما في البحر ديال الاكل، ولكن ايضا لكم الريح. داكشي علاش راني غير متكيه. عرفتو في النعاس، وديجا بالليل ما بقيتش كنعس مزيان، كيبقى راسي خدام فريمون. انا ناعسه وراسي خدام، ما عرفتش شكون اللي كتوقع عليها هذه القضيه. مي انا كتوقع عليا ملي كتكون عندي خدمه بزاف، ولا عندي امتحانات، ولا بحال هاد الايام ديميناجمون كنفكر باش غنبدا وباش غنسالي وكيفاش غنرتب وكيفاش غندير. كنحاول نتحكم في انه يقولها الاخ ناس الله يرحم لك الوالدين، ترى غدا نفكروا مع بعضياتنا، ولكن والو كيبقى هو خدام وانا ناعسه. داكشي علاش ما كنبقاش نعس مزيان، هادي تقريبا 3 ايام ولا هكا. صافي انا يلا حطيت لكم فيديو اليوم كيما قلت لكم، غادي نحط لكم يوميا، فما تنساوش تدخلوا القناه دائما واخا ما كتوصلكمش النوتيفيكاسيون. وصافي نجلس دابا نتصنت شويه الموبايل باش نرخي الاعصاب، ماشي نضر ما عرفت نعسو بكري. جبنا الغدا معنا، غنتغداو هنا وهانتوما معايا. بحال الصراحه زوين، ما عامرش بزاف، حيت تسنى على اكل لقيناه عامر بزاف بزاف. كيفكك في البلاكار كما شفتوا، البلاكار ديالي غيفككو باش يمشي ان شاء الله يتصبغ باش نديه للدار. هي كيف قلت لكم مصبوغ مقعد مصايب، هما البيبان هنايا محطوطين فيهم كاملين، لي زيطاجير حتى هما. فين هي ديك الطاجير الاخرى اللي كنا حيناها؟ كاينه في الباكون. ها هي جوج. وهذا اللي كاين هنايا حتى هو يما تفككو دابا باش ان شاء الله يمشي يتصبغو. حيدهم علينا صراحة، اللي حيدنا لي طاش كنحسو بالراحة، كنحسو بالخفة. اللي حيدنا علينا كنحسو بشوية ديال الخفة. هادي ديك لاباغ اللي كانت هنايا لتحت، كانت هنايا هزات تقل. ها هي هادي البنات شتوها لاصقة. دابا هو كاين هنايا هاد البلاكار راه مدة نيت. المهم هاد العيبة هادي باش كتهز تقل. فكرة البنات اللي يلاه غيصبو البلاكار ديروها الصراحة مزيانة، حيت بزاف اللي كيبانو ليا كيطيحو لهم البلاكارات وداكشي، كتكون فكرة باش كتهز تقل شوية على البلاكار وكتساويه ليكم. فوالا السيد صاحبو باش يعاونو حيت تقيل تبارك الله. هذا البنات راه كنت صايبتو عند النجار بالبوا، داك البوا ديال سميت هاد الخشب بوا غوج يمكن، بوا غوج يمكن. المهم راه ثقيل فريمون ثقيل وصحيح تبارك الله. المهم واحد شويه ديال الراحه. راجل جا السيد اللي غادي يعاونو باش يحيدو البلاكار، حيت كيف قلت لكم ثقيل كيخصو المعاونه، وانا عندي واحد الايد ضعيفه دونك ما نقدرش نهز بها الثقل. جيت نكمل واحد الفيلم اللي كنت كنتفرج فيه البارح، هيا غتبان لكم السميه ديالو. كيف قلت لكم جيت نكمل واحد الفيلم بديتو البارح، هيا السميه ديالو غتبان لكم. تركي، عرفتو يا البنات راه كيقتل كيقتل بالضحك. هذا غيجي على النقشه
ديال البنات اللي عندهم اللويسات مسمومات ومرات اللوز كتكون مسمومه. البنات اللي غيسولوا كاين في ها واشتو كيفاش داير سكريني وتفرجوا فيه وردوا عليا كيقتل بالضحك ما يمكنش. خصني نوريكم هاد اللقطه البنات.